السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك، تقبل الله صيامكم وقيامكم وكل عام وأنتم بخير. بحلقة جديدة من برنامج شهاب ورابح المليون في موسمه الثاني، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. خلونا نستمع وياكم قوانين وشروط المسابقة. 15 سؤال إلى المليون، 3 محطات، لكل محطة 5 أسئلة. المرحلة الأولى 150 ألف دينار، المرحلة الثانية 350 ألف دينار، المرحلة الثالثة 500 ألف دينار. تصبح بحساب الفريق عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متتالي. ثبت السؤال الأخير عند عدم الإجابة بشكل متتالي. والمحطات الثلاث تتضمن وسيلتين للمساعدة، حذف إجابة وتغيير السؤال، بالإضافة إلى سؤالين للسرعة، الأول تحديد الفريق البادئ، الثاني في حالة التعادل. ومن جديد حياكم الله ورمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. وأهلا وسهلا بكم ماما من مدرسة النوارس، أهلا وسهلا بكم ورمضان كريم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله من مدرسة ثانوية رافدين. أهلا وسهلا بكم. أكيد أنا شرحت لكم أنه البداية تكون من سؤال السرعة. سؤال السرعة دائما يكون بديهي بدون خيارات، بديهي وسهل، بس السرعة هي اللي تتحكم بالإجابة. إن شاء الله جاوبون عليه بسرعة صح. يلا، والسؤال السرعة يقول: ما اسم أبو البشر؟ سيدنا آدم. كان الجرس الأسرع لهم. آدم عليه السلام. آدم عليه السلام، هم ضغطوا الزر الأسرع. هذا ما عليه يعني نقطة مثل ما اتفقنا، بس البداية تكون من عندهم، بداية الأسئلة. فالإجابة الصحيحة والأسرع هي من نصيب ثانوية الرافدين، صفقوا لهم. شلونكم بالبدايات؟ الحمد لله. محظوظين بالبداية؟ سؤالكم الأول، مدرسة الرافدين من المرحلة الأولى يقول: عالم وفيلسوف وطبيب عربي من مؤلفاته السفسطة، هل هو ابن خلدون أم ابن رشد؟ عندكم وقت بعد، عندكم 13 ثانية. عادي، ابن خلدون. ليش اخترت ابن خلدون؟ ما عندكم معلومة. السفسطة معروف، يعني أحد المؤلفات المعروفة جدا، لكن ليست لابن خلدون للأسف، لابن رشد. مرد معنوياتكم تحبط من السؤال الأول. هذه المرحلة الأولى والثانية ما تحدد الرابح، المرحلة الثالثة والأخيرة فقط هي اللي تحدد الرابح. يلا السؤال عندكم النوارس، راح تطيرون بالسؤال و... إن شاء الله. وسؤالكم الأول من المرحلة الأولى يقول: الأمازيغ هم قبائل وشعوب من مختلف الطوائف تجمعت تحت مسمى الأمازيغ، أين يقطن أو يسكن الأمازيغ؟ هل يسكنون في شمال أوروبا أم شمال أفريقيا؟ ممكن إعادة الاختيارات؟ شمال أوروبا أم شمال أفريقيا؟ أوروبا. 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 أفريقيا. أوروبا. أين أفريقيا يسكن أو يقطن الأمازيغ؟ شمال أفريقيا. شمال أفريقيا وهي الإجابة الصحيحة. في المغرب العربي تحديداً، الأمازيغ، قبائل الأمازيغ في المغرب العربي تحديداً. سؤال عندكم والسؤال جغرافيا. مستعدين؟ خوفكم شوي؟ يلا ما خوفكم. السؤال الثاني من المرحلة الأولى لمدرسة الرافدين يقول: سلسلة جبال تقع على الحدود بين قارة آسيا وقارة أوروبا،
هل هي جبال أوراس أم جبال القوقاز؟ أوراس؟ صعب؟ أوراس. صعب السؤال؟ صعب. سلسلة جبال تقع على الحدود بين قارة آسيا وقارة أوروبا، هل هي جبال أوراس أم جبال القوقاز؟ للأسف ليست جبال أوراس بل جبال القوقاز. لا تضيعوا. بعد لحد الآن أنتم بالمرحلة الأولى وبالسؤال الثاني من المرحلة الأولى. السؤال الخامس من هذه المرحلة راح يحدد، راح تأخذون رصيد من هذه المرحلة أو تنتقلون للمرحلة الثانية. يلا. والسؤال لمدرسة النوارس. سؤالكم الثاني من المرحلة الأولى يقول: ما هي أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ هل هي جزيرة صقلية أم جزيرة سردينيا؟ صقلية. سردينيا. 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 أنا سمعتكم مختلفين على أو سردينيا. اثنين منكم اختار سردينيا؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. الإجابة الصحيحة هي جزيرة صقلية. يلا ما يخالف، خيرها بغيرها إن شاء الله. على بقية الأسئلة جاوبون أكثر دقة وإن شاء الله إجاباتكم صحيحة. السؤال عندكم ماما. وسؤالكم الثالث من المرحلة الأولى يقول: أكثر طبقات الجلد سمكاً، هل هي طبقة الأدمة أم الطبقة الظاهرية؟ بس أعتقد هذا السؤال سهل. لا هذا السؤال كله. أعلى سؤال. أعيده؟ السؤال صعب. أكثر طبقات الجلد سمكاً، هل هي طبقة الأدمة أم الطبقة الظاهرية؟ أدمة. الأدمة. إجابتكم صحيحة. هذه الطبقة توجد تحت الجلد مباشرة. السؤال للنوارس. النوارس. سؤالكم الثالث علوم. شلونكم بالعلوم؟ زينين. يلا. والسؤال يقول: غدة صماء على شكل نتوء تقع في دماغ الإنسان، هل هي الغدة النخامية أم الغدة الدرقية؟ الدرقية. مو الدرقية. درقية. لا النخامية. النخامية. الغدة النخامية. الغدة النخامية. سمعتكم قلتوا أول مرة الغدة الدرقية؟ إيه. بعدين النخامية. بعدين ثبتوا على النخامية وهي الإجابة الصحيحة. الغدة الدرقية هنا. النخامية في دماغ الإنسان هي غدة صغيرة جدا بحجم يعني حبة الحمص. السؤال للرافدين. يلا الرافدين، سؤالكم يقول: كم هي المسافة الشرعية التي يقطعها الإنسان فتصبح صلاته قصراً؟ هل هي 69 كيلومتر أم 44 كيلومتر؟ 69. عدد سؤال. عيد السؤال. كم هي المسافة الشرعية؟ يعني قد نقطع مسافة حتى تكون صلاتنا قصر؟ هل هي 69 كيلومتر أم 44 كيلومتر؟ 44. 44 هي الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس والأخير. لا سؤالكم الرابع. سؤالكم الرابع وليس الأخير، ما قبل الأخير. سؤالكم يقول: كم تبلغ المدة التي يستطيع فيها المسافر أن يصوم ويصلي صلاة تامة في البلد الذي يسافر إليه؟ هل هي شهر أم عشرة أيام؟
عشرة أيام. عشرة أيام؟ تأكد؟ حاضر يمكن عشرة أيام. لا هو يصوم لي شهر. 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 للأسف إجابتكم مو صحيحة. أنا سمعت أول مرة عشرة أيام من عندكم قلتوا، بس بعدين غيرتوا. يعني فرحت من قلتوا عشرة أيام، يعني تعرفون هي معروفة جدا يعني. للأسف إجابتكم مو صحيحة، عشرة أيام هي الإجابة الصحيحة. السؤال الخامس والأخير، عندكم إخفاقات بالمرحلة، إذا المرحلة مو كلها لكم. هذا السؤال الخامس والأخير راح يحدد، راح تأخذون المبلغ المخصص لهذا السؤال تنتقلون به للمرحلة الثانية، أم إذا ما جاوبتوا لا سمح الله تنتقلون في رصيدكم صفر. واضح؟ واضح. والسؤال يقول، ما هو الخيش؟ هل هو نوع من القوارب أو نوع من القماش؟ الخيش. قماش ولا قماش؟ قوارب. الخيش. شوي استعجلتوا، بعد عندكم وقت. مساني للأسف ما أقدر أغير الإجابة حتى في حال إذا يعني حبيت تغيره. للأسف إجابتكم مو صحيحة، هو نوع من أنواع القماش السميك الذي يستخدم في خياطة الأكياس أو الأشرعة. الخيش. السؤال لكم، سؤالكم الخامس والأخير، وأيضا تنطبق عليكم هذه الملاحظة أنه هذا السؤال أنتم ما عندكم المرحلة كاملة، عندكم بعض الإخفاقات، فهذا السؤال راح يحدد، راح تأخذون مبلغ مخصص لهذا السؤال أن تنتقلون في رصيدكم صفر إلى المرحلة الثانية. والسؤال يقول، ما هو الظلف؟ هل هو الحافر المشقوق للحيوان أم سنام الجمل؟ ممكن أعادة السؤال؟ ممكن. ما هو الظلف؟ هل هو الحافر المشقوق للحيوان أم سنام الجمل؟ حافر. حافر. الحافر. حافر. هذا السؤال له إجابة؟ لا إجابة. إجابة. الحافر المشقوق للحيوان هي الإجابة الصحيحة. إذن مشاهدينا الأحبة، نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثانية بين مدرسة النوارس ومدرسة الرافدين. ورجعنا وياكم من جديد، والمرحلة الثانية بين المدرستين. أكيد من هاي المرحلة صار تقدرون تستخدمون وسائل المساعدة اللي هم اثنين، حذف إجابة وتغيير السؤال. بس أنطيكم ملاحظة بسيطة ممكن تفيدكم. المرحلة الثالثة عندكم سؤال ما بخيارات، يعني يكون السؤال فقط ما بخيارات، أنتوا راح تجاوبون بصورة مباشرة بدون خيارات. فدا أقول لكم قبل ما تستخدمون وسائل المساعدة. يلا نبدأ، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ من ثانوية الرافدين لأنكم جاوبتوا على سؤال السرعة. وسؤالكم يقول، صحابي وفقيه ومحدث ومفسر يعتبر أكثر المحدثين ورواة الحديث، هل هو الجاحظ أبو تمام ابن عباس؟ جاحظ. صحابي وفقيه ومحدث ومفسر يعتبر أكثر المحدثين ورواة الحديث، هل المواصفات تنطبق على الجاحظ؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة، ابن عباس هي الإجابة الصحيحة، وهو ابن عباس، وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد لقب ابن عباس بحبر الأمة وترجمان القرآن. السؤال للرافدين،
مستعدين؟ مستعدين. يلا قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بالمرحلة الثانية. والسؤال يقول: من هو واضع كتاب تفسير الأمثل؟ تفسير الأمثل، هل هو ابن السكيت أم مكارم الشيرازي أم السيد الطباطبائي؟ هذا السؤال بس ممكن أعادة السؤال هي والاختيارات؟ يلا عليكم السؤال: من هو واضع كتاب تفسير الأمثل؟ التفسير الأمثل، هل هو ابن السكيت أم مكارم الشيرازي أم السيد الطباطبائي؟ السكيت الأول مو؟ ابن السكيت؟ السكيت؟ ما أعتقد ابن السكيت. أنا أقول السيد الطباطبائي. الطباطبائي. خفت الأعراض. يلا ماما. السيد الطباطبائي. انت اعطيتني اجابه بس الاجابه بصيغه السؤال مو صحيح؟ يعني انت تسالني اذا تقول لي السيد الطباطبائي؟ لا جواب. لا جواب. للاسف مو هو. الشيخ مكارم الشيرازي هو صاحب او واضع كتاب التفسير الامثل. السؤال للرافدين. سؤالكم يقول: أين يقع وادي النطرون؟ هل يقع في لبنان، مصر أم سوريا؟ وادي النطرون، لبنان، مصر، سوريا. أعرف السؤال. أعيد السؤال: أين يقع وادي النطرون؟ هل يقع في لبنان، مصر، لو سوريا؟ لبنان. سؤال صعب. زين إذا ما متأكدين من الإجابة عندكم وسائل مساعدة ليش ما قاعد تستخدموها؟ عندكم مو سلسلة مساعدة. المرحلة الثالثة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. مصر هي الإجابة الصحيحة. مصر، وادي النطرون في مصر. المعلومة مو فقط لهم، إذا السؤال موجه لهم لكم أيضا. سؤالكم جغرافيا والسؤال يقول: ما اسم عاصمة هولندا؟ هل هي كوبنهاجن، بوخارست، أمستردام؟ حذف إجابة؟ حذف إجابة. يمكن إعادة السؤال؟ أعيد السؤال: ما اسم عاصمة هولندا؟ هل هو كوبنهاجن، بوخارست، أمستردام؟ حذف إجابة. مو حذف إجابة. أمستردام. أمستردام. ليش ما حذفتوا إجابة؟ خلينا هاي الجولة الثالثة. يجوز تنحذف أمستردام؟ خليها على الله. ونغير عاصمة هولندا؟ خليها على الله. خلوها على الله. دائما على الله تربح. إجابتكم صحيحة. السؤال للرافدين. سؤالكم يقول: التراخوما هل هو مرض يصيب العين أم الفم أم الأذن؟ عين. عارف الإجابة كلها. عارف الإجابة. عارف السؤال. أعيد السؤال: التراخوما هل هو مرض يصيب العين أم الفم أم الأذن؟ العين. 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 والإجابة صحيحة. سؤالكم علوم النوارس. والسؤال يقول: الفولاذ هو مركب معدني يعد الأكثر استعمالاً في العالم، يتكون من اجتماع شنو؟ النحاس والحديد، الكربون والحديد، أم الألمنيوم والحديد؟ كربون. أنا عادة السؤال. أعيد السؤال. الفولاذ. الفولاذ
هو مركب معدني يعد الأكثر استعمالاً في العالم، يتكون من اجتماع النحاس والحديد، الكربون والحديد، أم الألمنيوم والحديد؟ من يتكون الفولاذ؟ ألمنيوم وحديد. ألمنيوم وحديد. هاي والله شاك فيه، شاك على الله. ألمنيوم وحديد. عندكم إجابة أنتوا على هذا السؤال؟ لو ما عندكم معلومة ما عندكم تقديم. لو كان السؤال لكم شو تجاوبون؟ كربون وحديد. للأسف إجابتكم مو صحيحة، الكربون والحديد هي الإجابة الصحيحة. السؤال للرافدين، استعدين؟ يلا. وسؤالكم يقول: مسجد بني لأبي عامر الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام فر إلى الكافرين، فقامت طائفة من المنافقين ببناء هذا المسجد، وقد أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بهدمه. ما اسم هذا المسجد؟ هل هو مسجد سجاح أم مسجد ضرار أم مسجد الأخطب؟ الوقت. أعد الاختيارات. أعيد الخيارات. هل هو مسجد سجاح أم مسجد ضرار أم مسجد الأخطب؟ مسجد هو طبعاً الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أمر بهدمه. أول اختيار سجاح. ليش ما تستخدمون وسائل المساعدة؟ الثالثة. للأسف إجابتكم مو صحيحة، مسجد ضرار هي الإجابة الصحيحة. هسه السؤال لمدرسة النوارس، وسؤالكم الرابع أيضاً لي من المرحلة الثانية، وسؤالكم يقول: صلاة الطواف هل هي صلاة مستحبة أم غير واجبة أم واجبة؟ صلاة الطواف. طبعاً واجبة. صلاة واجبة. واجبة. تعرفون ليش واجبة؟ اي لان هي بالطواف. صلاة الطواف لازم يصليها الحاج خلف مقام سيدنا ابراهيم عليه السلام عند الانتهاء من طوافه حول الكعبة، وهو يؤدي فريضة الحج، فإذا هي صلاة واجبة. وصلنا للسؤال الخامس والأخير. نفس الشيء ينطبق الملاحظة الأولى اللي قلت لكم إياها، المرحلة عندكم بها إخفاقات، إذا أخذتوا جاوبتوا على السؤال الخامس راح تأخذون المبلغ المخصص للسؤال الخامس، إذا ما جاوبتوا عليه إن شاء الله تجاوبون عليه تنتقلون في رصيدكم صفر. قول بسم الله الرحمن الرحيم. والسؤال يقول: ما هي السليقة؟ السليقة هل هي نبات متسلق أم الحب الأبوي أم اللغة الفصيحة؟ السليقة. أعدت الاختيارات. ما هي السليقة؟ هل هي نبات متسلق، الحب الأبوي، أم اللغة الفصيحة؟ ماما الوقت، الوقت. حذف إجابة. تختارون حذف إجابة. هم يعني بالوقت الضائع ضربت الزر، حاولوا إنه ما يوصل لهذا الوقت، يلا ضغطون الزر، حاولوا قبل هذا الوقت تضغطون الزر، لأن إذا انتهى الوقت وأنتوا ما ضغطي بعد إجابتكم ما تنحسب، تحذفون إجابة، والإجابة المحذوفة هي يعني أنا أحس السؤال كله سهل بصراحة، خاصة هذا السؤال، ممكن بقية الأسئلة به بعض الصعوبة لكن هذا السؤال سهل. تحذف عندكم هي الحب الأبوي، يبقى عندكم نبات متسلق من اللغة الفصيحة. نبات متسلق. ما أقدر أغير الإجابة، واستخدمته بوسيلة مساعدة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. سليقة اللغة. سليقة اللغة. اللغة الفصيحة. بس لا تخلوني يأثر عليكم، عندكم بعد المرحلة الثالثة جدا مهمة وشوية بها صعوبة أكثر من المفروض المراحل هذه.
لا تحبطون، خلوا معنوياتكم شوية عالية، انسوا انه انتم ما جاوبتوا، حاولوا تنسون وابدوا من البداية حتى تقدرون تركزون. السؤال الخامس عندكم، والسؤال يقول: ما معنى اسم رتاج؟ رتاج هل هو الباب العظيم، السد الكبير، القصر الجميل؟ رتاج ما عرفت تبسته اللي نحن عندنا واحدة اسمها رتاج البيت. بس عيدي لي الاختيارات. عيد لك الاختيارات: الباب العظيم، أم السد الكبير، أم القصر الجميل؟ باب العظيم. باب العظيم. باب العظيم. ليش ما استخدمت وسيلة مساعدة؟ السؤال الخامس مهم. والسؤال هذا مهم. تحبون تنتقلون رصيدكم صفر من هذه المرحلة؟ لا طبعا. لا. لعلش ضامن وسائل مساعدة، يجوز ما تحتاجوها بالمرحلة الثالثة. ما استخدمت وسائل مساعدة، ضاميهم زين، تبدون تاخذوهم وياكم. بس الحمد لله إجابتكم صحيحة. إذن مشاهدينا الأحبة، بعد ما انتهينا من المرحلة الثانية نروح إلى فاصل، وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثالثة والأخيرة بين المدرستين. ورجعنا وياكم من جديد، والمرحلة الثالثة والأخيرة بين مدرسة النوارس ومدرسة الرافدين، والسؤال عند مدرسة الرافدين. سؤالكم يقول: ما اسم مؤلف كتاب شرح نهج البلاغة؟ هل هو الشيخ أحمد الوائلي، أم السيد القزويني، أم العلامة المجلسي؟ العلامة المجلسي. العلامة المجلسي. عندكم معلومة؟ عليك يا الله جاوبتم؟ إجابتكم صحيحة. كتاب نهج البلاغة هو كتاب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد تولى عدد من العلماء شرحه وتفسيره، منهم العلامة المجلسي رحمه الله. هسه السؤال لمدرسة النوارس، ماما مستعدين؟ مستعدين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم وتوكلوا على رب العالمين. والسؤال يقول: أين ولد نبي الله يوسف عليه السلام؟ هل ولد في مصر، أم العراق، أم فلسطين؟ مصر. مصر صار حاكم مصر. نبي يوسف مصر. عادة سؤال. ما شايفين مسلسل يوسف؟ بس عادة سؤال. أين ولد نبي الله يوسف عليه السلام؟ هل ولد في مصر، أم العراق، أم فلسطين؟ ولادته وين؟ في مصر. مصر 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 مصر. كبر وعاش بمصر، بس للأسف ولادته مو بمصر، بالعراق. ما شايفين لعد مسلسل يوسف اليوم، ترجعون حاولوا تشوفوه. ما سمعنا الاختيارات. صح، اختيارات العراق. مصر، العراق، فلسطين. اوكي اوكي. ما سمعتوا العراق؟ قلتلكم اياها مرتين، مصر، العراق، وفلسطين. ليش اختاريتوا مصر؟ يعني هو معروف انه هو يعني بعد ما لقي في البير اخذوه راح لمصر، بس قبلها وين ولادته؟ للاسف اجابتكم مو صحيحه. بس على الاقل كان استخدمتوا وسائل مساعدته، مو ضامنه للمرحله الثالثه. ماكو رابعة بعد، هاي المرحلة الثالثة والأخيرة. السؤال لمدرسة الرافدين، وسؤالكم يقول: أين تقع مدينة صلالة؟ هل تقع في اليمن، أم عمان، أم الإمارات؟ صلالة. يمن. كم؟ على السؤال أعيده. أين تقع مدينة صلالة؟ مدينة معروفة. هل تقع في اليمن، عمان، أم الإمارات؟
اليمن. اليمن. احيانا يطلعون بعض المشاهد لجمال هذه المدينه، لكن للاسف مو باليمن، في عمان. السؤال لمدرسة النوارس. سؤالكم الثاني من المرحلة الثالثة والأخيرة، والسؤال يقول: أين يقع البحر الأصفر؟ هل يقع في الصين أم إيطاليا أم ماليزيا؟ إعادة الاختيارات. الصين، إيطاليا أم ماليزيا؟ حذف إجابة. ليش ما غيرتوا السؤال؟ حذف إجابة. تشاكين بوحدة؟ ايه شاكين بوحدة. إذا نحذف ماليزيا، تبقى عندكم الصين وإيطاليا. إيطاليا؟ للأسف البحر الأصفر في الصين. سؤال عندكم، وصلنا للسؤال اللي بدون خيارات. سؤال ما بي خيارات، الإجابة يعني كلها عليكم. والسؤال يقول: فعل أمر يتكون من حرف واحد، ما هو هذا الحرف أو ما هذا الفعل؟ ما هو الفعل؟ تغيير سؤال. تغيير السؤال. أنا أجاوبكم أول مرة عليه. عندكم فد معلومة؟ عين؟ لا مو عين. عين. أنتوا عندكم معلومة؟ فعل أمر. بس. فعل أمر من حرف واحد. فعل أمر من حرف واحد. ما عندكم معلومة؟ لا. قي، حرف القاف، قي، وهو مشتق من المصدر الوقاية. وقاية. قي. كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قو أنفسكم. السؤال في وسيلة المساعدة، سؤالكم هذا آخر وسيلة لكم، وسيلة مساعدة. والسؤال يقول: ماما بدون كلام، ما اسم الطاقة التي يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الذرة؟ هل هي الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومغناطيسية أم الطاقة النووية؟ عيد السؤال. عيد السؤال. ما اسم الطاقة التي يتم توليدها عن طريق التحكم في تفاعلات انشطار أو اندماج الذرة؟ ترى. الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومغناطيسية أم الطاقة النووية؟ نووية. الطاقة النووية هي الإجابة الصحيحة. أنا أفرح أكثر من عندكم من تجاوبون بصورة صحيحة، هذا الكلام للفريقين. سؤالكم بدون خيارات، استخدمتوا وسيلة مساعدة. بقت واحدة؟ بقت واحدة. للأسف ما أسعفتكم وسيلة المساعدة، استخدمتوها بس ما فادتكم. والسؤال يقول: ماذا تسمى الفقرة التي تثبت الجمجمة بالعمود الفقري؟ الفقرة التي تثبت العمود الجمجمة بالعمود الفقري. الجمجمة بالعمود الفقري. الجمجمة. فقرة الأطلس. 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 في الفقرات العنقية الأطلس. ثم يليها المحور. ماما الوقت؟ أنا حاجة. فقرة الأطلس التي تربط الجمجمة بالعمود الفقري ثم يليها المحور. هاي مع الشرح، هذا تعريفي. إجابتكم صحيحة.
فقرة الأطلس. العنقية هي. أي الأطلس. إجابتكم صحيحة. سؤالكم دين. لا. والسؤال يقول: ما هو تفسير قوله تعالى يوم تمور السماء مورا؟ هل تعني كلمة مورا تحترق السماء تصبح السماء مظلمة، أم تدور وتضطرب السماء؟ مورا ماذا تعني؟ تدور. على السؤال. ما هو تفسير قوله تعالى يوم تمور السماء مورا؟ كلمة مورا ماذا تعني؟ هل تعني تحترق السماء أم تصبح السماء مظلمة أم تدور وتضطرب السماء؟ تدور وتضطرب. تدور السماء وتضطرب. وتضطرب هي الإجابة الصحيحة. السؤال دين والسؤال إلكم: أين يقع حجر إسماعيل عليه السلام؟ المدينة المنورة أم القدس أم مكة المكرمة؟ حجر. السؤال فاصل خالص. مكة المكرمة. القدس. بس لهذا السؤال لما أين يقع حجر إسماعيل عليه السلام؟ مو حجر، حجر. هل يقع في المدينة المنورة أم القدس أم مكة المكرمة؟ مكة المكرمة. مكة المكرمة. راح أقول تغيير سؤال ما زين. أنا أسأل سؤال القدس. مكة المكرمة. مكة المكرمة. مكة المكرمة. الوقت. قدس. قدس. القدس. مكة المكرمة. مكة المكرمة. أنتوا اتفقتوا على مكة المكرمة؟ لو مختلفين؟ اثنيناتنا اتفقنا على القدس. وهو اختار مكة المكرمة. أنا أقول الحمد لله ما سمع كلامكم، إجابتكم صحيحة. حجر، حجر إسماعيل يقع بجوار الكعبة المشرفة. مدينة المنورة بها القبيل البقيع قصدي. أي في مكة المكرمة. السؤال. لا سؤال. السؤال الخامس والأخير لحد مصير المرحلة كاملة. ماما هدوء، خلي زملائكم يركزون، وأنا أعتقد السؤال سهل، أعتقد يعني إن شاء الله سهل عليكم إن شاء الله. والسؤال يقول: ما هو الأوركيد؟ هل هو اسم ملك بابلي أم اسم نوع من أنواع الزهور أم تعني العسل؟ زهور. بعد عندكم وقت 15 ثانية. زهور. تأكدين زهور ولا ملك بابلي ولا عسل؟ شو أنا أحس اسمه أوركيد يعني ملك، ما أقدر أغير الإجابة. إجابتكم صحيحة. ما عندكم وسيلة مساعدة. السؤال الخامس. عندنا تغيير سؤال. عندكم تغيير سؤال فقط، ما عندكم حدث إجابة أقصد. سؤال خامس وأخير. والسؤال يقول: الوخيد، الوخيد هو طريقة مشي أي من الحيوانات التالية؟ الغزلان، البقر، أم الإبل؟ أخير تغيير سؤال. أخير سؤال. أخير تغيير سؤال. فززتني دي أقول ماكو هيك إجابة. لو كان يعني تجاوبون شنو؟ أنا ما حسب لكم الإجابة حتى إذا كانت صحيحة. الإبل. إجابة صحيحة. ما محسوبة لهم الإجابة لأنهم ما طلبوا تغيير السؤال، لكن الإجابة صحيحة. الوخيد هي مشي الإبل. السؤال فيه وسيلة المساعدة. إن شاء الله سهل عليكم، بس أنا أحسها أصعب من السؤال اللي. والسؤال يقول: أين توجد مدينة بيت الدين؟ بيت الدين. هل توجد في فلسطين؟ أم لبنان أم سوريا؟ بيت الدين. لبنان. ما أتوقع لبنان. بس إعادة الأجوبة. إعادة سؤال كامل.
أين توجد مدينة بيت الدين؟ مدينة بيت الدين، هل توجد في فلسطين أم لبنان أم سوريا؟ فلسطين. 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 خفت لا غلط. لا تلاقي الكاميرا. ركز. ثلاث ثواني. فلسطين. بيت الدين. المرة مو هم دا خوفهم، أنا قاعدة أخاف من الإجابة. فلسطين. لا ما تعرف فلسطين. الأجوبة هنا فلسطين. لبنان سوريا. سوريا يسموه بيت الدين. سوريا. فلسطين. ليش ما نقول لبنان؟ لبنان الوحيدة. يلا ماما الوقت انتهى. لبنان. لبنان. إجابتكم صحيحة. هالمرة أنا خفت. قلتوا فلسطين. قلتوا لبنان. وقلتوا سوريا وبعدين اختاريت لبنان. الحمد لله ثبتوا. إذن مشاهدينا الأحبة نروح إلى فاصل وبعدها إذا رجعنا لنا وياكم الرابح بشهاب ورابح المليون. رجعنا لكم من جديد وقت الإعلان عن الرابح بشهاب ورابح المليون، ويا ترى منو من بين المدارس؟ هل هي مدرسة النوارس أم مدرسة الرافدين؟ أنا أطلب الآن منكم تجون هنا يمي. مرحبا. انتوا ايضا ماما اهلا وسهلا بكم. هنا انا وقفوا هنا يمي. يا تعال تفضلوا ماما، تفضلوا يمي. طبعا احنا المفروض نعلن عن الرابح بالشهاب ورابح المليون. انتوا ايش تتوقعون مدرسة النوارس؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وانتوا ايش تتوقعون؟ ان شاء الله. زين خلينا نطلب من شهاب يدخل علينا ويقول لنا من الرابح بشهاب ورابح المليون. حيو شهاب بتصفيق عالي. اهلا وسهلا بك شهاب. شهاب شو تقول من الرابح؟ لا تأشر شهاب. لا تأشر، لا تغششني. انا اقول لك غششني بس انت لا تغششني. واكيد الرابح بشهاب ورابح المليون هي مدرسة، او هي هم اثنيناتهم ثانوية، هي ثانوية النوارس الأهلية. وأكيد ما ننسى هدية الترضية لمدرسة الرافدين. شكرا جزيلا ماما لكم، شكرا. وهذه الدروع المخصصة من قناة شهاب، من قناة شهاب إلى مدرسة النوارس. شكرا جزيلا لكم وألف مبروك. ألف مبروك لكم وألف مبروك لكادركم. شكرا جزيلا لحضوركم. الف مبروك ماما، شكرا جزيلا لحضوركم، تعبناكم. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الاحبه بعد ما انتهينا من المراحل وانتهينا وعرفنا الرابح منو، الان بس انطيهم الشكر والتقدير من قناه شهاب لهم، شهاده المشاركه والشكر والتقدير لكم. باقر مرتضى شكرا جزيلا لك والف مبروك ماما. حمزه حسام شكرا جزيلا لك ولحضورك. علي رعد شكرا لكم. محمود رافد اهلا وسهلا بك ماما، شكرا جزيلا لك. وغزوان جاسم او احمد غزوان، احمد غزوان شكرا جزيلا لك. وسجاد جاسم شكرا جزيلا لكم ماما. اذا مشاهدينا الاحبه وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقه جديده ومتسابقين جدد في امان الله. في امان الله.